فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح الصلاة خلف من يقنت قنوت النوازل في هذه الأيام حيث لم يصدر شيء من العلماء؟ يقول: فنحن في حيرة من أمر صلاتنا وفي حرج من ذلك. تابع للإمام، إذا قنت الإمام تقنت معه، والمسؤولية عليه هو، أنت تتبع إمامك، المسؤولية عليه هو إذا قنت بدون فتوى. نعم.